من جديد أهلا بكم في شعر. على خطى تويتر يعلن فيسبوك عن مبلغ شهري حوالي 12 دولاراً كقيمة للاشتراك في العلامة الزرقاء. العلامة كانت متاحة في السابق دون اشتراك، لكن يبدو أن لا شيء يدوم على حاله. فقرار مارك أثار العديد من التساؤلات، فقد صرحت فيسبوك عدداً من الموظفين في وقت قريب وأعطت تقييمات متدنية لبعض الموظفين مؤخراً، ما يشير إلى احتمالية موجة تسريح جديدة. فهل تعاني ميتا من تراجع في الأرباح؟ وإلى أي مدى يمكن أن تصمد؟ للإجابة عن هذه الأسئلة ينضم إلينا استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي محمد الحارثي. محمد أهلا وسهلا فيك معنا بشعر. أهلا بحضراتكم وبشكر حضرتك الاستضافة الكريمة والمشاهدين الكرام. في البداية، علامة التثبيت أو الفيريفايد، العلامة الزرقاء، كانت فيسبوك تمنحها بلا مقابل قبل القرار الجديد. ما هي الإجراءات والاشتراطات التي بناء عليها كانت تمنح هذه العلامة؟ خليني أقول يعني الحقيقة كمتخصصين يمكن ومراقبين لهذا يعني التغير اللي حصل في تويتر، وبالتالي احنا ما كانتش مفاجأة ان ميتا تعلن عن إتاحة هذه الخاصية او هذه الخدمة مقابل مالي. وخليني أذكر بعض المعطيات الحقيقة المهم ان احنا نعرفها، لان الكثير يمكن يعتقد ان الشركات اللي تمتلك منصات وسائل التواصل الاجتماعي تحقق ارباح مهولة، ولكن لو احنا يمكن عرفنا ان في 15 الحقيقة ميتا حققت 15% في Q4 او النصف النهائي من 2022، فده الحقيقه نسبه مش كبيره بالمره، فتعتبر قد يكون حققت ارباح بنسبه وتصاعد ل 15%، ولكن وفقا لما يتم الحقيقه صرف واستثمارات. وخلينا نقول ان ميتا صرفت حقيقه 32 مليار دولار استثمارات في الميتافيرس او تطوير تكنولوجيات الخاصه بالميتافيرس، وما حققتش الحقيقه المتوقع منها، فبالتالي هي بتلجا الحقيقه الى اتاحه وطبعا نظرا لاقبال على هذه الخاصيه فتتاح. طيب ما التغيير اذن؟ هل ستمنح العلامه الزرقاء بناء على هذه الاشتراطات السابقه مع الدفع، ام ان ال 12 دولار ستغني عن كل هذه الاجراءات؟ وفقا يمكن يعني ما اعلنه مارك فيما يتعلق باتاحه هذه الخاصيه، ان في اعتقد على بعض الاجراءات، هي مش كل من يستطيع دفع ال 12 دولار يستطيع ان يحصل على العلامه، وهنا في تصنيف ان العلامه تمنح للافراد، تمنح للشخصيات المؤثره، وهناك العلامه التي تمنح للشركات والجهات، لان احنا عندنا تصنيفات للمستخدمين او الحسابات الموجوده على ميتا، فبالتالي تخضع الإجراءات، ولكن لابد من تغيير هذه الإجراءات. في البداية كانت تمنح هذه الخاصية لبعض الجهات، بعض الهيئات، بعض الشركات، وعندنا كمان كان توقع ان الشركه كان لابد ان تمتلك حساب تتعدى اكثر من 100,000 متابع او مشترك على الحساب ليتم توثيقه، فكانت الحقيقه اجراءات كانت صعبه وكانت مش بالبساطه، فبالتالي اجراءات صعبه، ولكن اجراءات صعبه نعم، ولكن ما الذي يدفع فيسبوك لاتخاذ هذه الخطوه حاليا؟ الحقيقه لان يمكن وفقا لمعلناته ميتا ان هيتم الحقيقه تامين تلك الحسابات، هتخضع لمميزات او خصائص ما كانتش موجوده في الوضع الحالي، هيتم الحقيقه ضخ استثمارات في تامين الحسابات اللي بمقابل اشتراك شهري للحصول على العلامه الزرقاء. وخليني اقول ان طبعا في سؤال، هل المميزات دي ما كانتش موجوده لتلك الحسابات؟ في الفتره الاخيره تعرضت كثير من الحسابات لاختراقات، كثير من لاختراقات الحسابات، وكثير من الحسابات تعرضت لبعض المشكلات اللي كانت بتعلن عنها ميتا انها اخطاء فنيه، فبالتالي هي بتعد ان مقابل دفع الحقيقه ال 12 دولار ستحصل الحقيقه الحسابات اللي بتدفع مقابل الخدمه الى اكثر تامينا، الى اكثر الحقيقه الحصول للقدره على الحصول على مميزات وخصائص مقارنه فيما قبل. طيب الخدمه حاليا متاحه للافراد فقط وليست للشركات في الوقت الراهن، على الرغم من ان الشركات بطبيعه الحال اقدر على دفع الاشتراك، هل يمكنك تفسير أكثر لماذا الخدمة متاحة للأفراد فقط؟
خليني اقول ان الحقيقه بيتم اتخاذ القرار ده بناء على معطيات معينه. خليني اقول ان في فكره اقبال الافراد على توثيق الحسابات هي موجوده، فكره الحقيقه تجربه وقياس رد الفعل وتقبل المستخدم لفكره انه يدفع مقابل الحصول على العلامه الزرقاء، اعتقد ان ده هنعتبره ان هو مشروع كده تجريبي لميتا، وهنشوف الحقيقه وقياس رد الفعل وتقبل المستخدمين لهذه الخاصيه. بعد كده الحقيقه كمان عندما تمنح العلامه الزرقاء بمقابل مادي للشركات، بالتالي لازم يكون مقابلها خصائص وامتيازات للشركات. نعم، احنا شفنا لما حصل ده في تويتر الحقيقة حصل عزوف من كثير من الشركات المعلنه او المتواجده دي حسابات، واحنا شفنا قضيه ايلي ليلي والشركه الخاصه بحساب كان لا يتبع الشركه، وكان حصل تجريد عن انه سيمنح الانسولين بشكل مجاني، وده كان له تاثير كبير جدا. فبالتالي ميتا مش هتكرر الخطا اللي وقع في تويتر، فبالتالي هي بتدرس الحقيقه ما هي الخصائص والامتيازات، وبتتاكد من ان هذه الخصائص والامتيازات الحقيقه نعم ستفيد المستخدمين لانه هيدفع مقابل استخدامه. نعم استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي محمد الحارثي، شكرا لك.